ومحطة جديدة طوني بمسيرتك، وهي محطة حلوة. نعم. الزواج، أنت تزوجت من أمونة عيد ب 22 أيار عام 2021. 22 أو 21؟ هلا أنت مرقت لك يا بالحلقة 21، أنت تزوجت ب 22. إيه. نتركها على أمونة تحاسبك. لا، 22 أنا سقطت سهوة مني، ما تعتقد سقطت سهوة. حدا بينسى التاريخ يا طوني؟ في أوتيلات شغرة. خلينا نحضر هالفيديو ونتابع. يلا. اليوم أحلى يوم بحياتي، عرس فرح. جمعتك علاقة حب عاصفة إذا بدنا نقول بأمونة عيد، استمرت لثمان سنين قبل ما ترتبطوا رسميا وتوصلوا لهالتاريخ، شو السبب؟ قضاء وقدر. كان في اسباب كثيره. اهلك كانوا معارضين؟ اهلي؟ انه هي من غير دين؟ ابدا. هي علويه؟ صح. وانت مسيحي؟ صح. هيك كانت شوي المشكله. معارضين كانوا اهلك؟ مش اهلي. اهلها؟ نوعا ما. كيف فجأة هالزواج صار علناً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما كانت مقتضبة هالقصة إذا بدنا نقول، يعني خفيت لأمونة كتير عن الأضواء؟ إيه، ما كنا حابين، أنا ما كنت حابب أني أنه حدا يعرف ولا يعني هاي أمور خاصة، وهذا شيء بتعلق فيي أنا وهيدي حياتي الخاصة، بتعنيني إلي، ما بتعني حدا تاني. كان قلبك حاسك ما رح تتزوجه بسبب أبداً. هالمشاكل؟ أبداً. قلت في عدة كنت دايماً أقول أنه أنا رح أتجوز هيدي البنت وما حدا غيره، مع انه انا كنت مفكر طوني انه اهلك هن المعارضين. يعني أبداً. بعرفك انت نوعا ما اذا بدنا نقول متعصب. لا. مسيحيا؟ لا 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 ابدا. كثير بنشوفك بالكنيسه. انا مؤمن لكن مش متعصب. ابدا. هلا رح نساوي تحدي على الهواء انا وانت طوني، رح اطرح عليك اسئله وهالاسئله طرحتهم نفسهم على امونة زوجتك، وبدنا نشوف قد ايه بتعرفوا بعض. الله يستر. جاهز؟ جاهز. سؤال الأول، إذا الله رزقكم بولاد غير تالية، كم ولد بيحب طوني يجيب؟ شو؟ ستة. ستة؟ خلونا نشوف جواب أمونة على الشاشة. إذا الله رزقنا بولاد غير تالية، توني بحب يجيب ثلاث ولاد. لا يا أمونة، لا منك حافظتي لتوني بهالخبرية. لا لا، أو زادوا من امبارح لليوم ثلاثة. لأنه نحن زمان كنا قايلين 12. 12 زمان. قال له على الوضع. إذا إجاك صبي شو راح تسميه؟ مفروض عليك كرمال أمونة. كرمال أمونة أكيد. بالمبدأ نحن كنا مفكرين بتوني جونيور، بس لا، أنا بحب اسم راؤول. راؤول مش ناظم؟ ولا لا تعدل بينك وبينه؟ بي حبيبي، بس هو بيعرف انه لا، نحن بنروح على اسماء شوي، مع انه اسم ناظم انا حبيبي. خلينا نشوف جواب أبونا. عمري كله ناظم. رح يسمي الصبي راؤول. لا، بيطلع لها نقطة لأمونة. حلو. برافو بيبي. شو فيلمك العالمي المفضل؟ فيلمي العالمي المفضل ناشونال تريجر. خلينا نشوف الجواب مع أمونة. فيلمه العالمي المفضل بعتقد ناشونال تريجر. حلو، برافو بيب. نقطن لأمونة. لأنه بنحكي كثير عنه. نيكولاس كيج بحبه كثير. طب شو أكثر شيء بيعصبك بالبيت؟ أكثر شيء بيعصبني الخزانات اللي بتضل مفتحة. مين بفتحهم؟ مرتي بتفتحهم وبتتركهم. بتتركهم فيها هالعادة. انتو ماشي ممكن تضرب بدون ما تعرف. هلا تالية فيها هالعادة كمان مثلها؟ بعد ما بتمشي. الله يستر. خلينا نشوف جواب أمونة. أكثر شيء بيعصب توني بالبيت القعدة بالبيت والغبرة، فما بعرف. شو صاروا ثلاث أشياء؟ هيدي جديدة. الغب معها. الغبرة عندك. أنت قلت وحدة، أنت قلت شغلة وحدة، لو طلبت أكثر من شغلة. لا، قلت شو أكثر شيء؟ ما تهرب من جواب. خلص نقص لها نقطتين لهلا. بس معها يعني انا الغبره كمان قتوله يعني وعدت البيت. بس خلص تفتح الخزاين، هي ما رح تقول تفتح الخزاين كرمال ما تحط نقطه سوداء بحقها. ايه. مين الممثل اللي اكثر شيء بترتاح تمثل معه؟ سيرين عبد النور. مع انه توقعوا اللي بيرتاح توني يمثل معه هن جواب هو كلهم. اوكي، اكيد كلهم بنحب نمثل معهم. انبسطت بالتعاون مع سيرين؟ ايه، بحبها لسيرين. مع انك اجتمعت يمكن مع نادين اكثر من سيرين. اختلفنا، كل حدا عنده شيء. شو بتعطيك سيرين على السات؟ شو بتعطوا بعض؟ سيرين مهضومه يعني، سيرين
يعني كيف هي بتأدي بالأون بتعطيك بالأوف، وحدا متمكن جدا من شخصيته بكون عم بيلعبها، وحدا بيكون درسها مزبوط للشخصية والنص تبعه ومحترمة جدا. مظلومة سيرين اليوم؟ اليوم مظلومة. أنا برأيي اليوم سيرين مظلومة. إيه طبعا مظلومة. وين سيرين؟ شو الدور يلي بتحب تأدي مع سيرين؟ أنا؟ إيه حبيبة. حبيبة. إيه. وينك يا أمونة؟ شو عم يصير على الهواء يا توني؟ تمثيل بتمثيل كمان. لك سيرين أنا جدا بحترمها جد. انتبه هيدا اللي عم بحكيك عم خبرك عنه، ان علاقه الصداقه انا وسيرين منا قديمه كتير. اوكي كنا نعرف بعض وبس نلتقى نبوس بعض واصحاب كتير، بس ما كان في قد من بعد مسلسل العين بالعين اكتشفت شخص جدا محب عن جد وبيسال حلو. وسيرين نجمه يعني، والسبب انه انا عتبت زملائي لاني هالقد بحبهم، عرفت علي؟ جسي. يعني انا يعني انا بعاتبك عليه ليش ما كذا، ليش ما جيت عندي على البيت امبارح لاني ساره غير شكل، لاني بحبك بدي اياك تجي. ما بتحس انه يمكن ما باركوا لك؟ لانه بنعرف سيرين وماجي على خلاف، لانه سيرين معك علي. ليه بدنا نتخبى ورا اصبعنا؟ ببلبي انت كلنا عيوننا بوجهنا وعقلنا براسنا. شو خاص ببارك لتوني عيسى بشغله؟ وخاص مثل ما توني عيسى ببارك لك بشغلك لانه بنبسط بشغل زملائي ورجعوا باركوا لك. لك هي مسحة، كانت مسحة طلعت شوية تقيلة عند البعض، وكانت مرقت خفيفة عند بالعكس البعض. بالعكس مسحات حلوين بالوسط الفني بيقربوا الفنانين من بعض. شو هو الدور يلي بيزعج أمونة أنك تأديه؟ ولا دور. ولا دور؟ لا أبدا. خلينا نشوف جوابه. أكيد لا، ما في دور بيزعجني توني أقدمه، بحبه يقدم. والله طلعتوا بتعرفوا بعض. بس بعد في جوابانية كانوا غلط مع كم علاقة حب فاشلة مريت فيها قبل أمونة؟ منن علاقات حب فاشلين. كنا عم يعني مثل ما حدا بيتعرف على شخص تاني وما بيمشي الحال، ديتينج أكتر. ايه تقريبا. خلينا نشوف جواب أمونة. الله يستر. بعتقد انه ما قطع بولا علاقة حب فاشلة من قبل، كانوا كلهم اعجاب، وبس صار حب قرر انه يتجوز. انه يتجوز. انتصرت هي. وحشة المراري. وين اول مرة اعترفت لها بحبك؟ في الله بيعرف. يعني لا تاريخ الزواج عارفه ولا كنا تاركين ورجعنا. تاركين شو؟ كنا تاركين يعني بعض. اوف اوكي. وبوقتها انا قررت خلص ارجع و تعترف لها بحبك. كنا يو بالسياره راجعين يو بركي بالسياره على البحر. طب خلص يعني لو قلت لا كان بدي كبها بالبحر ما بعرف. خلينا نشوف جوابها. شو بيطلع معنا؟ لازم يطلع شيء من هول، ما مش معقول غير. كان عنا عشاء، معزومين عشاء ورجعين بالسيارة. والله لا بالسيارة. شو بتغني تحت الدوش انت؟ هي قالت لك؟ هي جاوبت. هلا بنشوف جوابه، بس انت قلي شو بغني تحت الدوش؟ ايه بدك تسمينك الغنية؟ ايه خطرنا على بالك. خطرنا على بالك. خلينا نشوف أمونة شو قالت. ما في غنية معينة توني بغنيها، لأنه توني بضل عم بغني كل النهار بلدوش وكل الوقت. يعني جواب جوابها مثل جوابك.